أنا طالب في المرحلة الثانوية ونظري ضعيف جدا، وقد ظهر علاج جديد بأشعة الليزر يعيد النظر صحيحا كما كان، وأنا الآن في حيرة من أمري، هل أصبر وأحتسب الأجر عند الله أم أعالج عيني؟ وهل إذا عالجتها سينقص من أجري شيئا؟ جزاكم الله خيرا. لا بأس بالعلاج المباح بالليزر وفي غيره، ما دام ثبت طبيا أنه يفيد فلا بأس بالعلاج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تداووا ولا تداووا بحرام، ويقول صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. التداوي مباح، وإذا تركته فلا حرج عليك، وإذا تعالجت وشفاك الله فهذا مما أباحه الله لك، والأمر في هذا واسع والحمد لله. ولكن كونك تتعالج ويعود إليك البصر هذا أحسن، من أجل أن تستفيد من البصر في قراءة القرآن وفي غيره، وفيه مصالح عظيمة تبصر به الطريق إلى المسجد وغير ذلك من المصالح. نعم.